المتحد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أكد أن مزاعم الغرب حول إرسال إيران قوات عسكرية إلى سوريا تأتي لتبرير هزائمهم وحرف الرأي العام في المنطقة والعالم عن انتصار سوريا في الحرب ضد الإرهاب وحماته. وتابع واحد أن الغربيين الذين لم يؤدوا أي دور في بلورة وتطوير البنى التحتية الاقتصادية والصناعية في سوريا يعملون عبر إجراءاتهم التخريبية على تدمير هذه البنى التحتية لوضع الشعب والحكومة تحت الوصاية والتبعية. يقفل باب الترشيح في الانتخابات الإيرانية على 8 مرشحين يعكسون مزاجا ديمقراطيا وازنا في بلد يعير بأنه حكم سلطوي من جواره الخليجي المقفل على تآليه الملكيات القبلية. لكن الانتخابات وإن أوهمت البعض بانشغال إيران بداخلها فإنها لم تحرف الإيرانيين عن تحدياتهم الحقيقية في السياسة والصناعة وحضورهم في الإقليم، فهم يستمرون في مناوراتهم وإنتاجهم العسكري ومبادراتهم لحل أزمات المنطقة. بالتزامن مع انطلاق السباق الانتخابي في إيران نحو رئاسة الدولة ينطلق سباق آخر ومناورات جديدة بأسلحة إيرانية جديدة تريد أن تقول هذا أقليمنا ونحن قادرون على حمايته. فمع إقفال باب الترشيحات على 8 مرشحين وانطلاق الحملات الدعائية للانتخابات المقرر أن تجري في 14 من حزيران القادم، لا بأس بإرسال بعض الرسائل لمن توهم انشغال إيران بانتخاباتها عن تحدياتها الأساسية. فهذا نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي يقول أن الحرس الثوري في إيران لديه اليوم آلاف الصواريخ الجاهزة للإطلاق واستهداف المصالح الحيوية للأعداء في المنطقة، مشيرا في كلمة له اليوم خلال الملتقى الكبير لقوات التعبئة وهي جيش الدفاع الإيراني إلى أن إيران وصلت اليوم إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في جميع الصناعات العسكرية والدفاعية، الأمر الذي صرح به قائد سلاح البر في الجيش الإيراني بالقول إن القوة البرية الإيرانية تسلمت صواريخ مضادة للمدرعات ذات كفاءة عالية ومعدات متطورة جدا من وزارة الدفاع الإيرانية، مشيرا إلى أن لهذه الصواريخ القدرة للتأثير على الأنظمة الحرارية للدبابات المزودة بهذه التقنية، إضافة إلى تسلمها رادارات للرصد الأرضي ومركبات تكتيكية تبلغ زينتها 4 أطنان تم تجريبها للوقوف على مدى جاهز في مناورات بيت المقدس 25 التي جرت على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين. وفي سياق تأكيد آخر على حضور الدولة الإيرانية في إقليمها يعلن حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية أن روسيا والصين ستشاركان في الاجتماع المقرر عقده في طهران في 29 من أيار الجاري حول سوريا تحت عنوان الحل السياسي والاستقرار الإقليمي، معتبرا الاجتماع خطوة في إطار تحقيق الحل السياسي القائم على وقف العنف وإجراء الحوار الوطني في سوريا. تدفع القدرات الذاتية لإيران بقرارها السياسي والسيادي المستقل ليفرض نفسه في الإقليم والعالم ولو كره الكارهون. ومع افتضاح